بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في درس بسيط جدا، وهو الشحنة الكهربائية في الذرة، مفهوم بسيط عنها. طبعا الطبيعة الكهربائية للذرة تتغير بتغير عدد من الإلكترونات. طبعا مثل ما عرفنا أن الإلكترونات هي السبب الرئيسي في تغير الكهرباء داخل الذرة. طبعا الإلكترونات التي تدور حول نواة الذرة، إذا اكتسبت الذرة إلكترون تصبح سالبة التكهرب، أما إذا فقدت إلكترون تصبح موجبة التكهرب. طبعا الذرة التي تكتسب شحنة، اللي هي إذا اكتسبت إلكترون تتغير إلى آيون، فبالتالي هذا الآيون هو عبارة عن ذرة أو مجموعة من ذرات مشحونة كهربائيا، مثل ما تكلمنا عن اكتساب الإلكترونات في البداية. إلى هنا انتهى الدرس، إن شاء الله راح ندخل في درس جديد على المركبات في الدرس اللاحق. كان معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي، أتمنى أنكم فهمتم طريقة اكتساب الكهرباء في الذرة عن طريق الإلكترونات، ونشوفكم في درس لاحق.